ايه يعني ماما مثلا لما كلمتني اخر مره، المره اللي قبل اللي فاتت، قالت لي خدي بالك من كذا، قلت لها راح الخط فصل، راح متسلم بيها تاني. قلت لها ماما ارجوكي ما تكلميش على حد، انا فاهمه كل حاجه وعارفه كل حاجه، انا كبيره كفايه عارفه كل حاجه، ما تقلقيش. فهمت ان بنتها عارفه، ده مبدئيا. ثانيا قلت لها يا ماما احنا اصحاب مع بعض هنا، انتوا مش شايفين، اللي بره مش شايف زي اللي جوه، ما نقدرش نبعد عن بعض. يعني مثلا انا وحنان مثلا متخانقين، ما ينفعش تبقى هي في مكان ولا في مكان، لازم نتصالح في يوم من الايام، ولازم نتصالح في ساعه من الساعات، ولازم نتصالح في ثانيه من الثانيه. مثلا انا اتضايقت من حنان في موقف امبارح، جت قالت لي انا كنت بهزر معاكي في ساعتها، في ساعتها يعني مثلا عملت الموقف هنا، قامت قالت لي هنا بالظبط في ساعتها، ما تزعليش انا كنت والله العظيم بهزر، ما كانش قصدي. قلت لها خلاص يا حبيبتي مفيش مشكله. طلعت فوق متضايقه، طلعت تاني قالت لي ما نقدرش نعمل تضاد ما بيننا وما بين بعض، ما ينفعش. حنان اللي بره، لا مش حنان بس، في هايدي مثلا اتضايقت مني في موقف، عرفت ان دينا مش قصدها الموقف فعلا، وعرفت ان طبع دينا عامل ازاي. اللي بره مش شايف زي اللي جوه، اللي بره مش شايف زي اللي جوه، او اللي بره شايف السلبي بس مش شايف الايجابي. يعني دايما مثلا اللي بره قاعدين مستنيين ان دينا تتكلم على سهيل، وسهيل تتكلم على دينا، مش شايفين مثلا في يوم دينا وسهيل كانوا بيحضنوا بعض، يوم دينا وسهيل كانوا بيعيطوا لبعض، يوم دينا وسهيل كانوا بينصحوا بعض، مش شايفين ده، شايفين بس ان دينا وسهيل بيتكلموا على بعض، شايفين بس ان دينا مثلا شايله من سهيل، شايفين بس ان سهيله شايله من دينا، شايفين بس ان دينا ان سهيله مستنيه لدينا على كلمه، فتقوم مديالها كلمه تبخ لها في سم في وشها. مش شايفين في يوم تصلحنا مع بعض، مش شايفين في يوم ان احنا قاعدين كنا بنحكي مع بعض، مش شايفين في يوم ان احنا قبل النوم لازم نتكلم، مش شايفين في يوم ان احنا غنينا مع بعض. فاهماني؟ فدايما اللي بره شايف اليوم.